أهلا بيكم يا أصحابي يا فنانين، وحلقة جديدة من برنامجكم هيا نرسم. النهاردة هنرسم رسمة حلوة قوي، هنرسم نقار الخشب. وأول حاجة طبعا هنجهز أدواتنا. هيكون معانا قلمنا الرصاص وقلمنا الأسود وقلم برتقاني وكمان أحمر وقلم بني وقلم لبني وكمان قلم أصفر والأسيكة بتاعتنا. يلا بينا نبدأ رسم. أول حاجة هنعملها بقلمنا الرصاص، هنرسم خط طويل كده، بعديه هنرسم خط جنب الخط ده، هيبقى شبه رقم 2 بالإنجليزي ويكون كبير، يعني تقريبا قد الخط اللي احنا رسمناه. بعد كده بقى هنطول الخط ده شوية من فوق بالظبط كده. بعدها هنرسم قوس من فوق الخط لغاية رقم 2 اللي احنا رسمناه زي ما انتوا شايفين كده يا اصحابي، وبعدين هنرسم جوه القوس اللي احنا رسمناه ده دايرة صغيرة وجواها دايرة اصغر منها وكمان جواها دايرة اصغر منها خالص، وهنعمل قوس صغير كده من فوق. بعد كده هنيجي من الجنب ونرسم مثلث، ومن الجنب التاني نرسم مثلث تاني، ونرسم جواه خط بالعرض. بعدها بقى هنيجي عند الخط اللي بالطول الكبير اللي احنا رسمناه في الاول وهنطوله شوية ونشد منه خط الفوق كده ونوصله برقم 2 بتاعنا، تمام كده. بعد كده هنيجي جوه رقم 2 ونرسم رقم 2 تاني بس اصغر شوية، وبدل الخط اللي بالعرض هنرسم خطين بالطول لفوق كده. دلوقتي بقى هنيجي عند الخط اللي بالعرض ده ونطلع منه 3 خطوط صغيرين جنب بعض، وبعدين نرسم خط بالعرض ونطلع منه خط صغير لفوق زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنيجي من فوق ونرسم خط طويل بطول الطائر كله، وناخد بالنا ما نعديش على المنقار بتاعه. بعد كده هنرسم بقى خط كمان ونرسم أقواس صغيرة. بعد كده بقى هنيجي من عند رجليه ونرسم خط لتحت وجنبيه خط كمان ونوصلهم ببعض ونرسم جواهم خطين بالطول عشان ده هيكون الديل. برافو عليكم. وبكده دور القلم الرصاص خلص وجه دور القلم الأسود. بالقلم الأسود هنحبر بيه الرسمة بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين بالظبط. بعد ما خلصنا تحبير هنمسح كل الخطوط الرصاص الزيادة اللي احنا مش عايزينها. دلوقتي بقى جه وقت التلوين. هناخد القلم الأحمر بتاعنا وهنلون الجزء اللي فوق راسه، بعدها باللون البرتقاني هنلون بيه منقار نقار الخشب، أما بقى باللون الأصفر هنلون بيه الديل، واللون اللبني هنلون بيه جسم الطائر بتاعنا بالظبط كده. بعدها هناخد اللون البني ونلون بيه جذع الشجرة. برافو عليكو، احنا كده رسمنا ولوننا نقار الخشب بتاعنا. وانتوا كمان ارسموا ولونوا اجمل رسومات وبعتوها لنا، بس ما تنسوش الاسم وتاريخ الميلاد والبلد على صفحتنا في الفيسبوك او على ايميل البرنامج. اشوفكم الحلقة اللي جاية يا فنانين. باي باي.